عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق، وتزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه أبو داود. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. رواه الإمام أحمد.